المسابقة الأولى من نوعها، مسابقة شباب الفرقان في حفظ وتلاوة وترتيل القرآن العظيم. مرحبا بكم في هذا اليوم العظيم، في يوم فيه تكريم لأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. تحية لكل أعضاء لجنة التحكيم، ونمر مباشرة الآن لاستقبال المتسابق الأول من صف 10 أحزاب الخاص بتلاميذ الابتدائي. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إبراهيم العفاس. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. التلميذ راسم أزغل. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. نور الخراتة. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. يوسف حمزة. لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. تحية كذلك إلى لجنة التحكيم بطبيعة الحال، فضيلة الشيخ محمد أمين بوعزيز، فضيلة الشيخ بلال بن جبة، فضيلة الشيخ حسين بن جماعة، وفضيلة الشيخ ياسين بن عمار. شكرا لكم، طبعا مازلتم متواصلين معنا في صنف ربع القرآن. ربع ياسين مع المتسابق محمد الهادي بوعزيز. اقرأ من قوله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. عبد القادر الفوراتي. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. رقية زعلاني تفضل. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. الدور النهائي من مسابقة شباب الفرقان في حفظ وترتيل القرآن العظيم من تنظيم جمعية المحافظة على القرآن الكريم والإخلاق الفاضلة بصفاقس فرع الغربية، تحديدا مركز الفلاح. أمجد عمر فليتفضل. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أقبل فوز أرباعي من كلية الصيدلة بالمنستير وتنتمي إلى مركز التنوير المركزية. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. كريم بوعرادة في
في صنف ترتيل القرآن من المصحف. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. المتسابق الثاني لؤي بالفقي فليتفضل. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. أصغر متسابقين يسحق تحية كبيرة منكم ناس كل. يلا محمد دمك. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. أسماء عبيد فلتتفضل. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. نستقبل بكل ود محمد علي الزويري فليتفضل. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. نمر مباشرة إلى المتسابق رقم واحد في المسابقة أو صنف الخاص بنصف القرآن، والبداية ستكون مع المتسابقة آمنة لحشيشة. السؤال الأول، اقرأي من قوله تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. التلميذ ياسين بن عمر فليتفضل. سؤال ثاني، اقرأ من قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. تسنيم الزويري. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. آدم لمنيف فليتفضل. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نستقبل بكل ود التلميذة كرامة لكشو. رأي من قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. كل اعتزاز وبكل فخر تقريبا تنظيم ممتاز وممتاز الغاية، فتحية إجلال وإكبار لكل من ساهم في هذا الحفل الختامي. الآن ننتقل قلت لصنف كامل القرآن، والمتسابق الأول بتحية منكم نستقبل محمد الصادق الكشباطي
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. المتسابق الثاني في صنف كامل القرآن مالك بن عبد الله. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. عبد الحكيم بابو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. القرآن هو مصدر سعادة. ابنتنا سلوى عبد الواحد. السؤال الأول. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. حب تحية خاصة وكبيرة إلى الشيخ محمد اللجمي. حفاظ كتاب الله في صفاقس تقريبا ما فماش واحد ما تعداش على الشيخ محمد النجمي. ربي يطول في انفاسك في انفاس كامل مشايخ ولايه صفاقس وكامل تونس ان شاء الله. سابق الخامس محمد الهادي الغربي. قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. البهرج والحفل الكريم اللي نراو فيه ليس بغريب على صفاقس. صفاقس عودتنا بالتألق وعودتنا بالإتقان وعودتنا بحسن التنظيم. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعل كل هذا العمل خالص لوجهه الكريم. نباركوا هذا العرس نباركوا ونشجعوا ونحاولوا ديما نكونوا حاضرين في حاجات كيف نكل هي تنور بلادنا. تحية لكل الحاضرين من مدعمين من مشجعين من أولياء من هيئات فروع وهيئة مركزية من أعضاء الرابطة من مشايخنا الكرام. ما سر هذا الاحتفال وهذا المهرجان؟ الأصل شنو هو؟ حفظ القرآن. لولا حفظة القرآن ما كنا نستطيع أن نفعل أو ننجز مثل هذا العرس وهذا الاحتفال الكريم. ومعها كذلك
عمرة من إهداء وكالة سما. عنوان وشرف لوزارة الشؤون الدينية وللإدارة الجهوية للشؤون الدينية وللجهة. فحين تبشرك الأرقام بأن عدد 338 من تلاميذ جمعية المحافظة على القرآن الكريم يحفظون كامل القرآن الكريم، هذا شرف وفخر. تكريم جميع المشاركات في مسابقة شباب الفرقان. هيا كبيرة لي بنس كل، يلا ما شاء الله. الآن نستقبل جميع المشاركين في مسابقة شباب الفرقان في حفظ وترتيل القرآن الكريم، تفضلوا. شكون حسب رايكم؟ شباب شكون؟ الزوز. كلهم فايزين بإذن الله، ولكن هذه مقتضيات المسابقة وأحكام المسابقة، لازم يكون فما واحد رابح المرتبة الأولى، واحد في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى في النسخة الأولى من مسابقة شباب الفرقان في حفظ وترتيل القرآن الكريم عادت إلى سلوى عبد الواحد. ألف 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 مبروك. تتسلم الجائزة متاعها أكيد في المباشر الآن شيخ سليم. كذلك نحب تحية لا تقل أهمية المالك بن عبد الله صاحب المرتبة الثانية، سيتم تسليم السيارة لسلوى الفائزة بالمرتبة الأولى في حفظ القرآن كاملا. شكرا لكم الناس كل، ربي يبارك في الجميع، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير.